نحن مهووسون بالآلات، الكمبيوتر والهواتف النقالة والاتصالات اللاسلكية، التكنولوجيا في كل مكان. لدينا السيارات الذكية والمطابخ الذكية والمنازل الذكية وحتى الأسلحة الذكية، ولكن إلى أي مدى سيصل هذا الاعتماد على التكنولوجيا؟ هل هي حقا مسألة وقت حتى نبدأ بتطوير أنفسنا مع التكنولوجيا؟ بعض العلماء يعتقدون أن الوقت حان لدمج الإنسان مع الآلة. لأول مرة منذ مئات الآلاف السنين نغير معنى الإنسان جذريا. سيكون من المحال أن تدخل غرفة وتقول الآلات على اليسار والبشر على اليمين. بين الأعوام 2030 و2040 على الأكثر سيصبح لدينا آلات أذكى بكثير من البشر. إذا جاء هذا الوقت، هل ستختار البشر أو الآلات البشرية؟ إذا كان هذا ما تتخيله عن مظهر ومشاعر الروبوت المنزلي، إذن فكر من جديد. هذا أنجح روبوت من بين كل الروبوتات التي يتم تصنيعها حاليا. إن رومبا هو أول روبوت ينتشر بين الجماهير إلى هذه الدرجة. يوجد أكثر من مليون روبوت منظف في المنازل حول العالم، ولكنه أكثر من مجرد جامع لأوساخ كما يقول مدير آي روبوت كولين أنجل. هذا المساعد البسيط المنزلي يظهر تصرفات الروبوتات المتقدمة. ما قمنا به بالنسبة إلى رومبا هو إدخال معلومات كثيرة إليه عن كيفية التحرك داخل المنطقة والوصول إلى جميع أطرافها. إنه لا يعرف مكانه، لكنه لن يرتبك إذا غيرنا مكان الطاولات والكراسي في وسط دائرة عمله. إن رومبا في الخط الأول لغزو الآلات لمنازلنا وأماكن عملنا. إن الروبوتات المصنوعة اليوم تقوم بالأعمال الخطرة والقذرة لتعطينا المجال لنعيش حياتنا أفضل. إن تعريف كلمة روبوت يأتي من الكلمة التشيكية روبوتا، ومعناها الإجبار على العمل أو العبودية. وهذا هو الدور الذي تلعبه هذه الآلات في حياتنا، القيام بالأعمال غير السارة لنا في المنزل وفي العمل وفي اللعب وحتى في المعارك. تقوم الروبوتات بالقيام بالأعمال التي نتجنبها، وبغض النظر عن شكلها أو مهمتها فهي تبقى آلات. الكمبيوترات والهواتف النقالة والمعدات، نحن محاطون بهؤلاء المساعدين الصغيرين. تدير الآلات الأشياء التي نحتاجها كثيرا، كالكمبيوترات التي تدير أنظمة الطاقة والتجارة والاتصالات وتزويد المياه. تفعل الآلات كل شيء، ونحن نعتمد عليها لأنها تسهل حياتنا. وبتطور التكنولوجيا تزداد الأبحاث عن طرق لجعل الروبوتات تقوم بالمزيد، ولكن هذا يحتاج لتكنولوجيا أكثر مما قد نحتاجه لمكنسة كهربائية في المنزل. جويل جاروس، وهو صحفي عالمي، يخبرنا بما قد يحدث بعد سنوات من الآن. هناك منعطف للتغير يحدث، وهذا المنعطف هو تكنولوجي لم يسبق أن رآه البشر عبر التاريخ. نشهد في زماننا الموجة الثالثة من التقدم. يقول إنه ليس من الغريب أننا ندع الآلات تتحكم بهذا القدر من حياتنا، ففي المحصلة إنها آلات ذات قدرات تفوق قدرتنا بكثير. يمكنها أداء معادلات رياضية معقدة بثواني، ويمكنها مشاهدة عدة أحداث بنفس الوقت، وتتحدث أعداد كثيرة من اللغات.
وتخزن كميات كثيرة من المعلومات على مساحة صغيرة جدا. ونتيجة لتزايد قدراتها ينتهي بك المطاف بفتح الويندوز والفيستا لأماكن لم تكن تتخيلها في حياتك. هذا تغير مدهش. لدى البشر قدرات لا تتمتع بها الآلات. يمكننا الشعور وإصدار الأحكام بالاعتماد على أكثر من مجرد المنطق المجرد. نحن فضوليون وعاطفيون، لدينا مشاعر. هل يمكن للآلات أن تمتلك سماتنا؟ علم الروبوتات ليس فقط صناعة الروبوت، ولكن هدفه الأسمى هو صناعة آلات تفكر وتتصرف مثلنا، آلات تستطيع القيام بما نقوم به نحن. إنها ككائن بشري آلي. البروفيسور جون ليونارد من رواد علم تكنولوجيا الروبوت صنع روبوتات تستطيع تحديد مكانها في العالم وتتعلم عن البيئة المحيطة بها بالاستكشاف تماما كالطفل. عموما كيفية البشر بالإحساس بما حولهم تتعدى أي شيء تستطيع روبوتات القيام به اليوم. ولكن هل يمكنهم القيام به مستقبلا؟ يستطيع روبوت جون الذي يدعى ليو في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن أن يجد طريقه حول المبنى. يطلق ليو الأشعة فوق الصوتية والليزر من مجساته عند التجوال، حيث يستطيع تحديد الأشياء من حوله من خلال رسم خريطة. لدى الطفل القدرة على معرفة أن الممرات لا تمتد إلى ما لا نهاية، على عكس الروبوت. يقوم ليو بجهد كبير لرسم خرائطه بتجميع آلاف القراءات وملايين الحسابات مع بعضها. يستخدم الرياضيات لرسم صورة لما حوله. أعتقد أننا متأخرون قرونا عن الروبوتات التي تضاهي ذكاء الإنسان. يوجد الآن أكثر من بليون كمبيوتر حول العالم، والحقيقة أن أكثر هذه الكمبيوترات ذكاء لا يصل ذكاؤه حتى إلى ذكاء حشرة. ناهيك عن الإنسان. الذي رأيناه الآن ماهية الذكاء المعقد. يوجد الآن جائزة نوبل للشخص الذي يستطيع صنع كمبيوتر يضاهي ذكاء الصرصار. هذا واقعي. حتى الآن محاولاتنا لصنع آلات ذكية قد تبلورت في صنع كمبيوترات أو روبوتات تستطيع عمل الأشياء بإتقان، كالتنظيف أو القيام بحسابات متقدمة. ولكن يتطلب الذكاء الاصطناعي أكثر من هذا. إنه القدرة على التفكير أو التصرف كالإنسان. عندما قام كمبيوتر IBM العملاق ديب بلو بهزم بطل العالم جاري كاسباروف عام 1997، لم يعتمد على لغة الجسد وردات فعله، ولم يستطع استخدام علم النفس، ولم يقم بأي فعل إنساني إطلاقا، بل استخدم ديب بلو قدرته على القيام بحسابات متقدمة بسرعة فائقة. كل حركة أصبحت كأنها لعبة كاملة. قام الكمبيوتر بإدراج كل الخيارات له ولخصمه، بتقييم بلايين الخيارات بلمح العين. كان كاسباروف قادرا على المنافسة باستخدام ذكائه الإنساني وقدرته على تطبيق معرفته وخبرته. ما كان ينقصه هو السرعة. فاز الكمبيوتر هذه المرة، ولكنه في الحقيقة لم يستطع تحريك القطع على اللوح. هذا يحتاج إلى أكثر من شريحة كبيرة.
لم يصنع أحد حتى الآن آلة تنجز أعمالنا التي نؤديها بكل سهولة، كالمشي والتحدث والنظر والتأشير والرفع والالتقاط. محاكاة هذه الحركات ما زالت تحير المجتمع العلمي. لا تستطيع معرفة تميز البشر إلا بعد محاولتك لصنع آلة ذكية. يعتقد البروفيسور مارفن مينسكي والذي يدعى أبا الذكاء الاصطناعي أننا بعيدون جدا عن القدرة على صنع آلات تضاهي الذكاء البشري. تصنع الروبوتات في أنحاء العالم، وهذا جيد للأطفال وطلاب المدارس لبناء روبوت والتعلم عن أدوات التحكم والبكرات والأوامر والمحركات والبرمجيات التي تشغلها. على حد علمي، الناس الذين يعملون في صناعة الروبوتات لم يتمكنوا من جعلها تفهم مشكلات العالم، ومن ثم المحاولة على حلها. إن قدرة الآلة على التفكير والتصرف كالبشر هو ضالة العلماء، ولكن بينما يحاول بعض العلماء وضع شيء من البشر داخل الآلات، يحاول آخرون وضع شيء من الآلات داخلنا. لأول مرة منذ مئات آلاف السنين يقوم التكنولوجيون بالتركيز على الداخل بدلا من التركيز على الخارج، بتعديل عقولنا وذاكرتنا. هذا يغير جذريا معنى البشر. هذا ليس خيالا علميا مستقبليا. لقد قمنا بالفعل بخطوتنا الأولى لنصبح بشرا مدعومين آليا. قام العلم بتزويدنا بتكنولوجيا لنعيش بصحة أفضل، كمنظمي ضربات القلب والمفاصل العضوية. لكن في المكاتب المتواضعة لشركة تكنولوجيا ناشئة تدعى ميومو في وسط مدينة بوسطن، يقوم العلم بدفع حدود الترابط بين الإنسان والآلات أبعد من ذلك. تعرضت ماجي فيرمنتال لجلطة شلت جزءا من جسمها قبل عامين. لم تكن تستطيع تحريك ذراعها اليمنى، وهي الآن تقوم بذلك عن طريق الآلة. ولكن الشيء المدهش هو أنها تستطيع التحكم بها ببساطة من خلال التفكير. من الجميل أنني أستطيع تحريك الذراع مجددا، كان ثابتة لفترة طويلة ونسيت أنها من الممكن أن تتحرك. قام جون وكالياس بتطوير هذا البرنامج بينما كانا طالبي أبحاث. إن طريقة عملها مدهشة، التحكم عن طريق التفكير إذا أردت تسميتها بذلك. الذي أدهشنا هو تأثيرها، القدرة على وضعه على أحد تعرض لجلطة وتلف في دماغه، والقدرة على الحركة مجددا بشيء قريب من الأداء الوظيفي للجسم وتمرين الجزء الثالث. إن رؤية ذلك يتحقق أمر مدهش حقا. عند حدوث الجلطة تصبح الاتصالات بين الدماغ والجسم مشوشة. عند محاولة ماجي تحريك ذراعها، يقوم هذا الجهاز بتحسس حركة العضلات، وهنا يأخذ هذه الحركة البسيطة ويحولها إلى قوة لإنهاء المهمة. وبالإضافة إلى تدريب الدماغ والعضلات، يقوم الجهاز بمساعدة ماجي على كيفية التحكم بعضلاتها. هذه هي مجسات ENG، وهي تقوم بقراءة الحركة من العضلة مباشرة على سطح الجلد. إنها خطوة منطقية من هذا الجهاز ليتحكم بالعضلة بالكامل أو بالأعضاء الخارجية للمصابين بالشلل النصفي أو الرباعي. لقد كنت أعتقد أن جهاز التحكم سيكون داخل الدماغ حيث نقاط الأعصاب، والذي نقوم به هو انتظار الأوامر من الدماغ لتصل إلى العضلة، وهي عملية سريعة. لكن من المؤكد إذا كان ممر الأوامر إلى العضلة تالفا، سيكون من المفيد أن نزرع الجهاز داخل الدماغ في حال أن الإشارة لا تصل إلى العضلة. إن محاولة جون وكالياس إنما هي لمحة، حيث بإمكان الآلات العمل عندما تتوقف أجسامنا. ولكن ماذا عن استخدام هذه التكنولوجيا مع إضافة بسيطة؟ نحن أكثر الكائنات ذكاء وتعقيدا، ولكن يوجد لدينا حدود. نستغرق بعض الوقت لتعلم الأشياء. يمكننا السماع ضمن مدى محدد أو الرؤية لمسافة محددة، وعلينا القيام بنشاط بدني للقيام بمهمة كتشغيل الأنوار. ماذا إذا كانت التكنولوجيا التي ساعدت ماجي للحركة مجددا
تستطيع مساعدتنا لدعم أجسامنا وعقولنا لتبقى صحية. إن أصول السايبرجات لا أهمية لها اليوم في تفسيرنا للعلوم. أول من نشر المصطلح كانوا علماء الرياضيات لدراسة قدرات الإنسان والآلة، ولكن مع تزايد تأثير الكمبيوتر على حياتنا تزايد تأثير كلمة سايبر التي تعني إلكتروني. تستخدم كلمة سايبر لكثير من معاني الآلات اليوم، الفضاء الإلكتروني والرهاب الإلكتروني وحتى الجريمة الإلكترونية. ومنه ابتكرنا المصطلح سايبر، وهي النتيجة الجسدية لتعزيز البشر بأعضاء آلية. هل من الصعب تخيل المستقبل حيث الآلات تدعم البشر؟ في المحصلة نحن راضون عن استبدال الأجزاء البشرية التالفة بالأجزاء الميكانيكية. نطور السمات الضعيفة بزرع قطع إلكترونية في أجسامنا، حيث يبدو أننا مستعدون للمرحلة القادمة. هناك أبحاث جارية الآن تبحث في كل أعضاء الجسم لوصف ماهية العضو، الكبد، البنكرياس، القلب. يوجد هناك نسخ اصطناعية بديلة تم تصميمها. نحن مخلوقات نستخدم تكنولوجياتنا لتوسعة آفاقنا، لا يوجد كائن آخر قام بهذا. راي كارسويل وهو أحد مهندسي عصر المعلومات ومسؤول عن أكثر القفزات العلمية تطورا في تكنولوجيا الكمبيوتر كالتعريف الصوتي والماسح البصري. هذه من أوائل آلات النسخ والتي ظهرت عام 76. هذه صنعت عام 79، ولكنها جميعنا نعمل مع الكمبيوترات. إنها تعزز ذكاءنا وتقترب منا أكثر، وقد تدخل أجسامنا وعقولنا. من المستحيل أن تدخل غرفة وتقول البشر إلى اليمين والآلات إلى اليسار. إننا الكائنات التي تعدت حدودها، لم نبقى على الأرض ولم نبقى على الكوكب. العمر المتوقع للإنسان كان 37 عاما في القرن 19، ولهذا نحن دائما نخرج عن حدودنا. من الممكن أن ندعم عقولنا بالتكنولوجيا التي نخترعها. إذا صحت بعض التوقعات، بعد عدة أجيال سنتمكن من إيصال أدمغتنا بالكمبيوتر ونقوم بتحميل المعلومات. يمكننا تعلم لغة أو العزف على أداة موسيقية بنفس الطريقة التي ننقل بها أغنية إلى جهاز تشغيل للأغاني. كيفين ويريك وهو أخصائي في الإلكترونيات في جامعة ريدينغ في بريطانيا. إن الذكاء البشري هو الذي وضعنا في مركز القوة على الأرض. نحن نعدل هذا التطور من خلال التواصل المباشر مع ذكاء الآلات، والتي بدورها تبقينا في هذا الموقع المتميز، ليس كبشر ولكن كسايبورغ. في عام 2002 خضع كيفن لعملية لاختبار إمكانية دمج الإنسان والآلات، والذي أصبح سايبورغ. من الممكن جعل آلة تقلد طفلا ذا عامين، ولكن إذا حاولنا جعل إنسان يقلد بعض إمكانيات الآلة بالنسبة إلى السرعة والتعامل مع الأرقام، هذا مستحيل، حتى أننا لسنا في نفس مستوى الآلات. تبدأ العملية الساعة 8:30. إنني متوتر قليلا، ولكنني متحمس أكثر من أي شيء آخر. 14 مارس 2002، وكيفن على وشك بدء عمليته. إنها نقطة تحول مثيرة للجدل. يوجد تصنيف للصواب أو للخطأ، والأخلاق وحتى الحقائق العلمية، بغض النظر إذا كان عبقريا أو جنونيا. هناك شيء واحد يجب على عمل كيفن تحقيقه، هو نيل بعض الأجوبة. على طول الساعات المجهدة للعملية قام بفتح شق صغير لمجسات عصبية مزروعة داخل يده. تقوم الخطة على إشارات تبعث من دماغ كيفن لتلتقطها هذه المجسات، حيث ستمكن كيفن من تحويل هذه النبضات إلى حركة. وهذه تعد الخطوة الأولى باتجاه تعزيز صحة هذا الإنسان.
لقد كانت مثيرة جدا، لا يمكنني وصفها بغير ذلك. وأيضا القيام بأشياء لم يقم بها أحد من قبل. يقوم دماغ كيفن والآلة بالعمل معا، ويجمعان صفات الإنسان والآلة. وبأبسط الطرق ساعدت التجربة كيفن على العيش كسايبورغ، ودفع تجربته قدما عن طريق تحكمه بيد آلية عن طريق الإنترنت. وكسايبورغ لم يتوقف جسدي حيث يتوقف دائما، تحرك جهازي العصبي حيث أخذه الإنترنت، وكأن طول ذراعي 8000 كيلومتر. يعتقد كيفن أن علم السايبورغ هو مفتاح المستقبل. هكذا، ولكن استخدامه مخيف واستفزازي. إن احتمالية تطوير البشر ليصبحوا سايبورغ إنما هو سيناريو محتمل، بل وضروري ليبقينا مسيطرين، وهو واقعي جدا بالاعتماد على التكنولوجيا المتاحة الآن. كيفن ليس وحيدا في هذا. يعتقد مارفن مينسكي أن الآلات ستستمر في تشكيل مستقبلنا. لا أعلم إلى أي حد ستصل ومن سيفوز بالسباق، البشر المدمجون بآلات أو الآلات المنفصلة. إن طموح كيفن للبشرية هو التحول إلى كائنات تجمع بين أفضل صفات البشر وقدرات الآلات على الحساب والاتصال الشبكي. ولكنه يتعرض لانتقادات حادة بسبب اقتراحه بأن الآلات ستخرج عن سيطرة البشر. قال الناس لوقت طويل الآن إننا نوشك أن نخترع كمبيوتر يستطيع القيام بأشياء معينة. هذا غير صحيح، لأننا قد رأينا على طول الطريق التعقيد الهائل لسمات الذكاء. إن الآلات جزء من حضارتنا وليست غزوا لمخلوقات فضائية أتت من المريخ. لقد كان ريكاتسويل محقا من قبل، فمنذ أوائل الثمانينيات تنبأ بكل شيء، من ظهور الإنترنت إلى استخدام الأسلحة الذكية في الحرب. لا أرى أنها ستسيطر علينا، ولكننا سنندمج مع التكنولوجيا، ويمكننا القول إننا قد قمنا بهذا بالفعل. إنها حضارة الآلات والبشر. يمكن أننا ننظر إلى العدو الخطأ. لا يوجد قدرة للآلات أن تنقلب ضدنا بإرادتها. ولكن ماذا إذا قيل لها ذلك؟ هل سندخل عصر التكنولوجيا السيء؟ من الصعب تصديق أن هذه الآلات المفيدة لنا في المنزل ستثور لتحتل العالم. ولكن تكنولوجيا المعلومات تتقدم لحد كبير. يجري تطوير برمجيات لتسمح للآلات باتخاذ قرارات معقدة أكثر، لتتعلم وتتأقلم من غير تدخل بشري. هذه الكمبيوترات المتقدمة لا تعمل وحدها، فهي تتصل باستمرار مع بعضها، وهذا يدعى الاتصال الشبكي. وكل يوم يتعلم كمبيوتر شيئا جديدا، ويقوم بإرساله إلى كل كمبيوتر داخل الشبكة بشكل مستمر. وهذا يبدو وكأن الآلات تعيش حياة مستقلة. في جامعة جنوب كاليفورنيا هناك باحث يدعى مارين كوبوروف، وقد صنع روبوت يستطيع التعرف واللحاق بشخص معين. تعديل مرئي مدموج مع المدخلات من خلال الليزر يمكنه من معرفة أين الهدف، حتى في بيئة كهذه حيث الأشجار والناس الآخرون من حوله. يستخدم الروبوت الكاميرات والليزر لتعقب الهدف من خلال صور وأشكال للأشياء الموجودة في البيئة الواقعية.
تعقب الأهداف باستخدام روبوت متحرك ليس أمرا صعبا، ولكن التحدي هنا هو إمكانية القيام بهذا بالخارج مع وجود عوائق أخرى بين الهدف والروبوت. يمكن لهذا الروبوت يوما ما مساعدة كبار السن أو العاجزين. ويمكن استخدامه أيضا لتعقب ومعرفة المجرمين في المستقبل أو الجنود الأعداء على أرض المعركة. ومن وجهة نظر كيفن ويريك، يمكن لهذه الروبوتات أن تنقلب مجتمعة ضد البشر وتبدأ بإطاعة الأوامر من المسؤول الأول لها، الشبكة. هذه الآلات الصغيرة التي صنعت في جامعة جنوب كاليفورنيا أيضا تستخدم لتسجيل مستوى نشاط السير باستخدام منطقة معينة. يسجلون هذا النشاط ليساعدوا المهندسين لتحديد الأماكن التي تحتاج إلى شوارع أو ممرات مشاة أو ممرات دراجات، ولكن يمكن استخدامها أيضا لمراقبة تحركاتنا. أين نذهب؟ والتأكد من أننا نبقى داخل حدودنا. إن اتجاه البشر في الوقت الحالي هو أننا نعطي القوة والإمكانيات لهذه الآلات لتدير حياتنا وتتخذ القرارات بدلا منا. نحن باتجاه مجتمع مقاد من قبل الآلات. ولكن صانعو ومبرمجو هذه الآلات يقولون إن هذه الآلات تصنع لخدمة الإنسان وحتى ليحمونا، على سبيل المثال من النار أو في أرض المعركة. يعتبر إرسال روبوت إلى بناية بدلا من جندي تطبيقا جيدا للروبوت. ولكن أن نترك الروبوت يتخذ القرارات عن كيفية التعامل مع عمل إرهابي جديد، هذا ليس تطبيقا جيدا للروبوت. ساعدت هيلين جرينر في تطوير هذا الروبوت الذي يدعى باكبوت، وليس هناك شك بأنه منقذ للحياة. يستطيع الذهاب إلى أي مكان ومواجهة أي شيء. يتم استخدام باكبوت بشكل رئيسي اليوم لإبطال قنابل. يقوم الإرهابيون بوضع آلاف القنابل في العراق، وهذه الأشياء تنقذ الأرواح. يصل باكبوت أماكن يخافها الإنسان، ويفعل ما يسميه صانع الروبوتات المهام الثلاث، والتي تم تصنيع هذه الروبوتات من أجلها، وهي المهمات القذرة والكئيبة والخطيرة. إن الأخ الأكبر لباكبوت يدعى أرجيتر، وهو مركبة من غير سائق يستطيع نقل المؤن إلى أرض المعركة ونقل الجنود الجرحى خارجا. هذا الروبوت للتدخل في أرض المعركة والانسحاب، ويدعى بير، وهو مصمم للدخول وإخلاء الجنود من أرض المعركة. تحتاج هذه الروبوتات إلى المدخلات البشرية للعمل، ولكن هل من الممكن أن يتغير هذا؟ هل من الممكن أن تتخذ قرارات فوق قراراتنا؟ أملنا هو أن نبقى نتحكم بها فقط بكبسة زر. الذين يحاولون تطبيقه الآن هو نظام دفاع أوتوماتيكي، حيث سيتم استثناء البشر. ولكن إذا قمنا بإبعاد أنفسنا، وإذا قمنا بإزالة زر التحكم، وهذا ما يحدث فعليا، فإنها مسألة وقت قبل أن تنقلب الآلات ضدنا. يعتقد كيفن أن البرمجة الحديثة اليوم، والتي صممت لتجعل الآلات شبه مستقلة وتتخذ قراراتها بنفسها، تجعلها غير متوقعة التصرفات، وهنا يكمن الخطر. للسيطرة على هذا، صمم كيفن هذه الآلات الصغيرة مع مشاعر وردود فعل. إنها تظهر الغضب عند حبسها، ورضاها عند خروجها، والتعب عند نفاد بطاريتها. نستطيع معرفة المشاعر التي ستظهرها في هذه الحالات لأنها مبرمجة على ذلك، ولكن الذي لا نعرفه ماذا ستكون ردود أفعالها إذا قامت هي باتخاذ قراراتها. هل يمكن للروبوت التعب أن يطفئ نفسه؟
أم أنه سيتصرف كالطفل ويقاوم هذه المشاعر ويتصرف بحدة وغضب؟ وببرمجة الآلات بخصائص بشرية معقدة، هل من الممكن أن نصبح تحت رحمة مزاجها؟ عندما تتواصل الروبوتات مع بعضها في المستقبل، ربما الروبوتات العسكرية المستقبلية التي تملك مشاعر سيكون من الصعب معرفة ردود أفعالها. ولكن ماذا إذا قرر الروبوت التعب بأن حل مشكلته هي بإعادة شحن نفسه؟ ماذا لو كانت موصولة إلى الكمبيوتر الذي يتحكم بطاقتنا الكهربائية واعترضت مصدر طاقتنا لتتغذى؟ هل هذا ممكن؟ إنها لا تشبه الروبوت، وفي الحقيقة إنها لا تتواجد في مكان معين، ولكن كل كمبيوترات العالم موصولة بها. إنها أكبر وأكثر آلة منظمة اخترعها الإنسان، ندعوها الإنترنت، والبشر هم المسيطرون عليها. في كل مرة نتصل بالإنترنت للتسوق واستخدام البطاقة الائتمانية أو القيام بآلاف الأشياء التي تتضمن استخدام الكمبيوتر، فإننا متصلون بهذه الشبكة المعلوماتية، ونحن لسنا الوحيدين. أغلب الآلات الموجودة الآن موصولة إلى الإنترنت بطريقة أو بأخرى، لتحميل تحديثات البرمجيات أو النقر على المعلومات المراد تشغيلها. تقوم الآلات بتحميل المعلومات عن البشر لتحسين مقدرتها على مساعدتنا، ولكن من الممكن وجود إمكانيات مروعة للإنترنت. ماذا لو قامت آلتنا المفيدة بإعطاء أمر يتعارض مع ما هو جيد لنا؟ إن الآلات جيدة أو سيئة بقدر الأشخاص الذين يتحكمون بها. الكثير منا تعرض لفيروسات الكمبيوتر، وهي برامج هدامة تتجول عشوائيا عبر الإنترنت لتسبب الدمار والتشويش لكمبيوتراتنا. إن نتائج حتى أبسط الفيروسات قد تكون مدمرة، كحذف ملفاتك أو الدخول إلى معلوماتك الخاصة. تخيل لو أن فيروسا خطيرا جدا تم تحميله عبر الإنترنت. أولا، قد يكون مبرمجا للسيطرة على أهم الكمبيوترات في العالم، تلك التي تتحكم بالمستشفيات وخدمات الطوارئ والطاقة والاقتصاد. ماذا لو أمر هذه الكمبيوترات بالإقفال؟ إطفاء الأنوار لفترة قصيرة لن يشكل خطرا يهدد الحياة، ولكن إطفاء الطاقة لأسابيع سيوقف المؤن الغذائية والمنشآت الطبية والتجارة والتزود بالوقود. أشياء تساعد مجتمعاتنا على البقاء سيتم شطبها، ستسبب فوضى في المجتمع. قد تتحكم الآلات يوما ما بالأشياء التي نحتاجها. إذا تحكم بهذه الآلات الأشخاص الخطأ، إذا حدث هذا، هل سنتمكن من هزيمتها؟ لقد عاش الإنسان على هذه الأرض لأكثر من 100,000 عام، ونحن في الحقيقة لا نفهم الذكاء البشري، وها نحن ننظر إلى ذكاء الآلات وفهمنا له أقل بكثير. مع أن بعض الآراء تقول بأن الآلات قد تسيطر على البشر، هناك أشخاص يقولون إن الآلات والبشر سيواصلون حتما تواصلهم وعلى نطاق أوسع. في هذا المختبر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يقوم الباحث كريس كار بدراسة تعقيدات حركة البشر، حيث يكون باستطاعتهم صنع هيكل خارجي، وهو عبارة عن أعضاء تعزز الجسم لتزيد قدراته الجسدية. على المدى الطويل أعتقد أن هذه الأعضاء قد تعطي قدرات عالية، وهذه الدفعة القوية لهذه الأعضاء مخصصة لأغراض عسكرية. ولكن المجال العسكري ليس المكان الوحيد لهذه البذلات المتقدمة. هذا الهيكل الخارجي الذي يتم اختباره في اليابان سيسمح للمصابين بشلل رباعي أو نصفي بحرية الحركة بفضل الآلة. بغض النظر عن الهدف منها، قد تستخدم هذه الآلات لتعزيز قدرة البشر. ولكن هذه الهياكل الخارجية ليست إلا بداية التكنولوجيا بالنسبة لإمكانيات الدعم البشري.
هذه البذلات الحيوية تحت التطوير في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قد تزود البشر يوما بخيار ارتداء جلد ذكي تستطيع أن تحمي مرتديها في المناخات الصعبة. إنها ميزة إضافية في المعارك أو الرحلات الاستكشافية. إن الذي نتعلمه هنا هو كيفية تقليد الجلد مع التكنولوجيا، ومع المواد المتقدمة الموجودة الآن نستطيع دعم قدرة الجلد، حيث نستطيع حمايته من الحرارة، ونستطيع زيادة حاسة اللمس، ونستطيع إضافة أي تعديل نريده. إن الموضوع ليس إضافة جلود ميكانيكية يمكن تغييرها، أو زراعة شرائح إلكترونية في مركز لتطوير السايبورغ فقط. إنه سباق في بحوث تكنولوجيا الأحياء والتعديل الجيني. بدلاً من إرسال الجنود إلى المعارك وهم نحيلون وأشداء، يفكرون الآن في إرسالهم مكتنزين وأشداء، والسبب في ذلك هو أن الغذاء والسعرات الحرارية تشكل مشكلة كبيرة للجنود في المعركة، خصوصاً جنود القوات الخاصة الذين يحرقون الكثير من السعرات الحرارية، وعند النظر إلى هذه الكمية المحروقة فهم لا يستطيعون حمل مواد غذائية كافية. وبدلا من حاجة الجنود للأكل، تهدف أبحاث التكنولوجيا الحيوية إلى جعل الجندي يأخذ حقنة أو حتى حبة دواء لتساعده في حرق الدهون بإرادته. هناك طرق محدودة للحصول على الطاقة، وإحداها هي عن طريق الأكل، وكلنا نحمل طاقة داخلنا وهي الدهون، ولا نستطيع الحصول على هذه الطاقة إلا إذا كنا نتضور جوعا، وهذا ليس جيدا إذا كان بإمكاننا تجنبه. الخدعة هنا هي بافتراض أننا نستطيع الوصول إلى هذا المخزون بإرادتنا وأخذ الطاقة من غير حمل الطعام، ذلك سيكون رائعا. العديد من الخبراء يقرون بأن الدعم التكنولوجي للبشر محتوم، وأنه مسألة وقت، والسؤال هو كم سيستغرق من الوقت ليحدث. ولكن ماذا سيعني هذا للبشر ككائنات؟ في المستقبل القريب سيعود ابنك من المدرسة إلى المنزل وهو يبكي، وسبب ذلك هو عدم قدرته على منافسة الأولاد الآخرين المتفوقين عليه، لأنهم أذكى وأجمل وأقوى وأليق بدنيا، وسيدخلون جامعات أفضل، لأن آباءهم قد استخدموا المعززات البشرية وأنت لم تفعل. والسؤال هنا، ماذا ستفعل في ذلك اليوم؟ في خلال 20 سنة القادمة يمكن أن تجبر على أن يكون طفلك سايبورغ أم لا، أو أن تجازف بأن تكون منبوذاً. وإذا اخترت التعديل لمستقبلك، ماذا يمكن أن تخسر؟ هناك أشياء كثيرة مميزة في البشر، لأنه لدينا أدمغة أفضل وأوسع حيلة. البشر يتأملون، يتخيلون الأشياء في أدمغتهم، يفكرون ماذا سيحدث لو. عندئذ على الأرجح هذا ما يميز الإنسان عن الحيوان، هو أن جزءاً آخر من أدمغتنا كان يراقب خواطرنا ويراقب الوقت الذي نستغرقه لربط الأفكار مع بعضها، ويتحقق أيضاً من أسباب الفشل. لا نهتم فعلياً بهذه الميزات، وحتى هذه اللحظة لا يوجد آلة تستطيع التنافس مع موزارت أو أينشتاين. لا يمكن للكمبيوترات أن تتخيل. ماذا يمكن للتكنولوجيا أن تقدم لنا؟ أعتقد أن الذي سيحدث هو أن الناس سيحولون أنفسهم تدريجيا ويستبدلون أدمغتهم بقطع آلية أفضل، وسيتحولون إلى شيء آخر يعمل أكثر. هل سنحصل على معالجات دقيقة ستمكننا من التفكير كالبشر والقيام بحسابات متقدمة كالكمبيوتر؟ أو رقاقات ذاكرة ستمكننا من تخزين كميات كبيرة من المعلومات في أدمغتنا نستطيع الوصول إليها متى أردنا، والتي ستسمح لنا بتحميل لغة جديدة في ثوان؟ هل نحن على الطريق السريع لعالم حيث لن نستطيع معرفة أنفسنا؟ التطور السريع مذهل، يبدو بأنه لا شيء يحدث، ولكنه فجأة ينفجر.
يتخيل ريك كارتسويل أن الآلات لن تسيطر علينا في المستقبل على حسب قول كيفن ويريك، ولكن تعايش مسالم بين الآلة والبشر. تخيل مدى قوة تكنولوجيا المعلومات هذه في كمبيوتراتنا ومعرفتنا في علم الأحياء، وكم سيكون حجمها بعد 25 عاما من الآن، وستتوصل إلى احتمالات مدهشة. من هذه الاحتمالات إنتاج مخزن دماغي تكنولوجي، وهو نظام سيمكننا من ترتيب عقولنا لتصبح كالآلة، حيث نستطيع الدخول إلى المعلومات والذكريات والخروج منها بسهولة. سنصل إلى مرحلة حيث نستطيع التقاط ملفات الدماغ إذا خرجت لعدة عقود. يعتقد الناس أن هذا مدهش بالنظر 100 عام إلى الوراء والنظر إلى اليوم، حيث أننا لم نخزن أهم المعلومات لدينا والتي هي معلومات في أدمغتنا. يستحيل أن يمر يوم دون أن نرتب ملفاتنا التي نعمل بها على الكمبيوتر، لكن المعلومات المهمة التي تعرف شخصياتنا ومهاراتنا وأفكارنا وذكرياتنا لم يتم ترتيبها. حسناً، سأكون قادراً على التقاط كل هذا وإعادة عرضه في حال صدمتني شاحنة. ويمكننا أن نستخدم هذه الآلات العصبية لنتواصل مباشرة معاً. هدفنا من الزراعة في الأدمغة هو التواصل البرقي بين الأدمغة، وسرعان ما سنحقق الاتصال الهاتفي بين الأدمغة أيضاً، ونقل أفكار وذكريات من شخص لآخر. إنها إشارات كهربائية كيميائية في أدمغتنا، سنقوم بإرسالها بين الأدمغة في المستقبل. وتماما كما يحتمل حصول أدمغتنا على خلود افتراضي، يمكن كذلك لأجسادنا الحصول عليه، حيث يمكن للتكنولوجيا الحيوية والتعديل الجيني تحسين مستوى الصحة واللياقة، ويمكن للعقاقير أن تدعم ذاكرتنا وحواسنا. ويوجد تحت الدراسة روبوتات حيوية دقيقة أيضا تدعى نانوبوتس. لنفترض أننا نستطيع صنع روبوتات دقيقة حيث نستطيع حقن الملايين منها في أجسامنا، ولنفترض أنها كانت مبرمجة لرصد خلايا السرطان وتدميرها. هذا سيوفر فرصا أكثر في الحياة ويقلب موازين الحياة. يمكن للنانوبوتس أن تحل مكان خلايا الإنسان التالفة ككريات الدم الحمراء. هناك تصميم لروبوتات خلايا دم حمراء وهي فعالة جدا، وإذا أردت تبديل 10% من كريات الدم الحمراء بتلك الروبوتية تستطيع دخول مضمار الأولمبياد لربع ساعة بنفس واحد. ولكن بالإضافة إلى كل الأشياء الجيدة التي يمكن أن تفعلها النانوبوت، يمكنها محو الجنس البشري عن الوجود. إن طريقة صنع النانوبوت هي القيام بصنع روبوت دقيق، ونقوم ببرمجته لصنع روبوت آخر، وهكذا حتى ما لا نهاية. وهذا شيء جيد، ولكن يجب علينا معرفة كيف نوقفها عن التكاثر. يحذر بعض العلماء من أنه كما هي الحال في صناعة فيروس خارق، فإن هذه النانوبوتس المتكاثرة تلقائيا قد تطغى على العالم، وهذه العملية تدعى سيناريو الجحيم. إن النسخة المتفائلة في سيناريو الجحيم هي محو الجنس البشري خلال 25 سنة القادمة، أما النسخة المتشائمة هي محو الحياة كاملة عن الأرض خلال 25 سنة القادمة. في تنبؤات كيفن ووريك التي تقول إن الآلات ستسيطر على الأرض، أو أن الأرض ستدمر من قبل غزو الخلايا الروبوتية، فإنه من الواضح أن التكنولوجيا التي نطورها يمكن أن تكون خطيرة. إذن هل نتجنب هذا ونأمل أن كل شيء سيكون جيدا، أم أننا سنقول هذا كاف؟ هذا ليس واقعيا أبدا. جزء من كوننا بشرا هو التقدم إلى الأمام، وحتى إذا توقفنا لوهلة سيأتي شخص ويقول انظر، لقد اخترعت هذه القطعة الإلكترونية والتي ستجعلنا نتقدم، وها نحن نبدأ من جديد.
وليس كما هو الحال في تاريخ البشرية. إن مستقبل كوكبنا ومستقبلنا ككائنات في أيدينا. في حال قررنا أن نطور أنفسنا لمواجهة خطر الإنسان الآلي، أو في حال رؤيتها أنها خطوة بسيطة في تطور البشرية، هناك سؤال واحد يواجهنا: من هو المستفيد؟ أشد ما يخيفني بالنسبة لمستقبل البشرية رؤية أكثر من نوع من البشر يتجول على الأرض. مر وقت طويل منذ رؤيتنا أكثر من نوع واحد للإنسان على هذا الكوكب. هل سيصنع الفرق بين الغني والفقير عصرا جديدا من أنواع الإنسان؟ نستطيع تخيل نوع من البشر نسميهم المدعومين، وهم الطبقة العليا التي تتحلى بالجرأة وتملك المال. والنوع الثاني نسميهم الطبيعيين، لديهم القدرة لدخول التكنولوجيا لكنهم يتجنبونها كما يتجنب النباتيون اللحوم. النوع الثالث نسميهم البقية، أناس لا قدرة لديهم على الدخول إلى التكنولوجيا، يحسدون الأول والثاني على استخدامها ويحتقرونهم. وبالنسبة لهؤلاء الذين اختاروا تطوير أنفسهم، إنه عرض يمكن أن يكون جنة على الأرض. البشر المتطورون سيتواصلون عن طريق التفكير فقط، والبعض الآخر ربما سيمررون كميات كبيرة من المعلومات، ولذلك سيصبح التعليم شيئا جديدا. لن نضطر للذهاب إلى المدرسة أو الجامعة، كل ما نحتاجه هو توصيل أنفسنا إلى الإنترنت. سنتواصل عن طريق توارد الخواطر، سنتمكن من التفكير على أكثر من بعد، ونتعلم اللغات بلمحة، ونتحكم بوزننا، ويمكن أيضا مضاعفة معدل حياتنا. ما إذا كان هذا سيقرب البشر أم سيبعدهم عن بعضهم يبقى مجهولا، كما هو حال إمكانية تطور الآلات قريبا. هل سنصبح أكثر إنسانية أم أقل إنسانية؟